مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة الصحفي والإعلامي والعراقي السيد حسين دلي. أهلا بكم سيد حسين. بداية، الميليشيات قتلت 4 من قرية أبو خنازير بدم بارد، لماذا هذا الاستهداف لقرية نائية صغيرة؟ شكرا لكم على الاستضافة، تحية للرافدين ولجمهورها الكريم. الحقيقة عدد القتلى أكثر من 4، هذا الحادث الذي حدث أول أمس هو الثاني. قبل تقريبا أسبوع انفجرت عبوة ناسفة والأهالي يتهمون ميليشيات بزرعها وقتلت 3 من أهالي القرية، ثم جاء الحادث الإجرامي الثاني اللي هو أول أمس باقتحام أفراد من الجيش، وأنا أقول هنا أفراد من الجيش وليست ميليشيات، لأن أفراد الجيش والمسؤولين والوحدات التي تسيطر على الوضع الأمني والميداني في تلك المنطقة تنتمي للجيش ولا يستطيع أحد الدخول، وبالتالي ليست هناك مجموعات متفلتة أو أفراد يسيئون إلى الجيش كما يقول قادة بالجيش، وإنما هم محسوبون على الجيش الحكومي، هم الذين يسيطرون على هذه المدينة منذ أن تم استعادتها من تنظيم الدولة قبل أكثر من عام ونصف تقريبا. الجريمة وعملية التضييق والإقصاء والإهماش والتهميش التي يعاني منها أهالي تلك المنطقة ليست وليدة اليوم، وإنما هي منذ أشهر كثيرة. هناك مساومات، وهذا ما الدوافع التي تقف خلفها، خاصة وأن الحكومة أعلنت تحرير محافظة ديالى منذ 4 سنوات؟ نعم، كما قلت هذه العملية استهداف واضح لأهل السنة في تلك المنطقة، يراد منها تفريق هذه المناطق تباعا واحدة تلو الأخرى. طبعا هناك مناطق إلى الآن لم يعد أهلها إليها بحجة أن مرتبطة بالمناطق التي تنشط فيها مسلح تنظيم الدولة بين ديالى وكركوك، هذا المثلث المعروف بين 3 محافظات عراقية، وبالتالي هناك مناطق أخرى مرتبطة بأبي خنازير لم يسمح إلى اليوم بعودة أهاليها، وما يحدث في قرية أبي خنازير مقدمة لعملية تهجير واسعة تستهدف المكون السني في محافظة ديالى. من الجدير ذكره في هذه التوقيت أن محافظة ديالى معروف بأنها ذات أغلبية سنية منذ أن عرفناها، هناك 65% من أهل السنة، لكن عملية التهجير المستمرة منذ الاحتلال إلى اليوم خلال 15 عاما انخفض بها تعداد أهل السنة من 65 إلى نحو 40%، وبات المسيطر على محافظة ديالى هم ميليشيات بدر، والمحافظ هذا يقودنا إلى سؤال آخر الذي يقوده هذا العاملي. هذا يقودنا بالتحديد إلى هادي العامري. منذ 4 سنوات وإبان الاعتصامات، قال زعيم ميليشيا بدر هادي العامري إن ديالى خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، لماذا هذه الخصوصية لمحافظة ديالى دونا عن غيرها؟ بشكل واضح ارتباط محافظة ديالى حدوديا بإيران هو السبب الرئيسي لعملية السيطرة الميدانية والأمنية والقبضة الحديدية على هذه المحافظة، وعملية تسليم المحافظة إلى محافظ ينتمي إلى ميليشيات بدر بقيادة هذا العاملي يجري في هذا المسار وهذا الإطار، ومجلس المحافظة حاول أكثر من مرة الاعتراض على إبقاء مثنى التميمي، رغم أن أعضاء المجلس المحافظة أغلبية معارضة ومناهضة لمثنى التميمي، ولكن تفشل كل هذه المحاولات وتم الإبقاء على مثنى التميمي لأنه يقود عملية استهداف لمكون السن في محافظة ديالى بالتهجير وبالإقصاء والتهميش. المناطق ليست أبي خنازير قرية، الاستهداف الحقيقي يحدث في بعقوبة وفي المقدادية وفي شاربان وأغلب المناطق التي يغلب عليها المكون السني. هذا الإطار في محافظة ديالى لا ينفصل عن الواقع المري الذي يعيشها السنة في العراق عموما. محيط بغداد، منطقة جرف الصخر التي أفرغت من أهلها نحو 100,000 سني يعانون منذ 3 سنوات عدم العودة إليها. هذا المخطط يجري على قدم وساق أيضا في سامرة ومحيط سامرة، فهذا الاستهداف للمكون السني في هذه المحافظة والمحافظات الأخرى تجري بموفق مخطط، ليست الحكومة بعيدة عنها بل تعرفها. الغريب أنه لحد اللحظة لم يتدخل أي مسؤول حكومي
وبالتعليق على هذه الكارثة. التحالفات السنية مع كل أزمة يهددون بالانسحاب من العملية السياسية أو من التحالفات المنضوية أو المنضوون فيها، ما الذي قد يحدثه أو ما الذي أحدثه هذه التهديدات بالتحديد، أحدثته في أوضاع المجتمعات السنية؟ منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه الساعة هناك 6 أحزاب تدعي تمثيلها للسنة خرجت ببيانات وتصريحات تندد بما يجري في أبي خنازير، تحالف القوة العراقية، المحور، القرار العراقي، الحزب الإسلامي، حتى التجمع المدني، كلها تندد بهذه، لكن لم يجرؤ أي شخص من قيادات هذه الأحزاب أو أعضائها بالذهاب إلى قادة أبي خنازير ولقاء أهلها، ولم يستطيعوا فك الحصار عليها. من المهم ذكره أن الجيش العراقي منع أهالي المدينة من النزوح منها وأبقاهم محاصرين داخلها، فعملية البيانات والتصريحات والشجب والتنديد لم يقدم إلى السنة شيء خلال 15 عاما. من المهم ذكره أيضا أن أهم تحالفين تدعي تمثيل أهل السنة اليوم هي جزء من تحالف البناء الذي يقود هذا العامري بالمناسبة، وهؤلاء قادة الأحزاب يجتمعون بين يوم وليلة مع فالح الفياض قائد الحشد، مع هذا العامري رئيس تحالف البناء، مع رئيس الوزراء، ولكن لم نجد أي تحرك حقيقي على الميدان، سواء كان في هذه في ديالى أو في الموصل أو في سامراء أو في محيط بغداد. وبالتالي عملية هذه البيانات والتصريحات ليست إلا ذرة للرماد في العيون كما يقول المثل، وليست لها أرضية على واقع الحقيقة التي تعيشه المدينة. كنت معنا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة سيد حسين دلي الصحفي والإعلامي العراقي، شكرا لك.